السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، كي دايرين؟ بخير؟ شي مزيان هانين؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. كما شاهدتوا معنا في الفيديو الاولاني، حطيت لكم هذوك الوليدات فاش كانوا في هذا الفاز هذا، وقلت لكم راه غيبداو يكبروا وما غاديش يبقى يقدهم، وها هما هبطوا هنايا تحت وكاليت لهم بهذوك الخنشه وهذا باش ما يطيحوش للزنقه حيت منهم للحافه. وكما شاهدتوا راه بدا اللون ديالهم كيتبدل، بدا هذاك اللون ديالهم اللي غادي يولي راه بدا كيخرج فيهم، ها هو كما شاهدتوا راهم كتغوت ملي حليت عليهم الباب. ولا لاحظتوا معنا راه ولات الام ديالهم كتجيب لهم الماكله تحطها لهم باش يعتمدوا على راسهم. هيا جيب لهم هنا واحد الفار، ها هو يلاه مصيده ماس منين نجيبه. هادو راه كياكلوا كلشي، اي حاجه كيجيبوها كتعطيها لهم. دابا بداو كياكلوا راسهم، ها هو كيغوت على ماما، راه بدا اللون ديالهم كيتبدل. تحيد منهم داك اللون الاول، داك الريش الاولاني اللي بحال الصوفه اللي كيتزادوا به بدا كيتحول. دابا راه ولاو صعابين شي شويه، ولاو كيضربوا، الا قربتي ليهم يضربوك بديك الرجل ديالهم. بالنسبه للام ديالهم راه ولات كتهاجمني، راه هي ها هي مرة كتم جاية مهاجماني. سبحان الله العظيم، اسكت مالك. عالم الافتراس. دابا راه كيتجاوب مع الام ديالهم اللي هي كتغوت، هو كيغوت بحال كيطلب الحمايه، كيطلب النجدة. هما راه سته ديال الوليدات باقيين هنايا كاملين سته. بالنسبه لديك الحشرات الفاش، سكوت خنصور سكوت. بالنسبه لديك الحشرات ديال الفاش، شو كيدير لرجلو؟ ها باغي يضرب. بالنسبه لديك الحشرات الفاش اللي قلت لكم راه ما بقاتش، درت ليه هذاك الدواء راه ما بقاتش، صافي ماتت. ها هي جايه، الله العظيم. كل نهار كيتبدلوا شويه كيزيدوا يوليو مشاغبين. دابا راه كانوا تياكلوا، شوف الرجل ديالو باش يضرب. هاهي مشات عاوتاني الاخوان، جابت لهم فلوس فريخ. سبحان الله العظيم، يلا حطات لهم قبيله واحد الفلوس بلدي. هاهي مشات جابت لهم فرخ عاوتاني. دابا راه بحال حسات بيا واقفه هنايا، داكشي علاش واقفه بحال هكاك. هاهي هربات، دات وهربات. كانت تاكل فيه تما كاين، سبحان الله العظيم. الجاج واخا نقيتو من برا، نقيتو باش يبقى يبان لي داكشي واضح،
ولكن ضروري كيجلخوه، هما مجلخين، تيرونو بزاف، برا كل نهار خاصهم النيتواياج، تمارة معاهم. هاي جاية، هانت كي حطاتو اليوم كيطارو بيه، سبحان الله العظيم. ها هو راه عقبية كاين هنا، ماعرفتش واش باهم ولا مهم اللي كيمشي يصيد. المهم واحد كيبقى حاضي وواحد كيمشي يصيد. ها هو بدا تيفترس عيب وحده، ها هما تحموا عليه. دابا راه ولاو كيعتمدوا على راسهم، مبقاتش كتوكلهم هي، ولات كتجي كتبداه ليهم وكتحطو ليهم وكتخليهم ياكلوا بوحدهم. كل واحد كيجبد بوحده. ها هي جايه، كل شوية كل 5 دقائق 6 دقائق جايبة صيد جديد. كل مرة شنو كيجيبو؟ مرة يجيبو فلوس، مرة يجيبو فرخ، مرة يجيبو فار. كل مرة شنو جايبين؟ شي نهار يجيبو لنا شي حنش. سبحان الله العظيم. شو هذا راه كيسرط في واحد الفار. ها الام ديالهم راه جايه كتشوفني واقف كتمشي، حيت انا كنصور عام من خلف النافذه باش ما نبرزطهم ما والو. مبقاوش بغاو يتحركوا، كيحسوا بالخطر ولا شي حاجة، كيتجمعوا كاملين على بعضياتهم وكيبقاو يدوروا وجههم يشوفوا فيك كاملين في دقة واحدة، كيشوفوا فيك شوفة واحدة ومعولين يضربوا ولا شي حاجة. انا مبقيتش غادي نقيسهم ولا نقرب ليهم. المهم داويتهم الحمد لله من ديك حشرات الفاش، مبقاتش فيهم، ولكن ما بقيت غنقيسهم ما والو، معفونين شي شويه. كل مره شنو جايبه ليهم؟ مره جايبه ليهم فار، مره جايبه ليهم سميتو فلوس، مره فرخ. نبقى نصورهم لكم هي من خلف النافذه بحال هكا، الا حليت النافذه نصور مش شويه بحال هكا. او فلوس فرخ ولا مات فلوس مسكين، يلا قتلوه. هيكون اي فريخ. هذا هو العدو اللدود ديال مالين الطيور. انا راه حطيت واحد النهار طيور الحسون، حطيتهم يتشمشوا شويه،
شويه تجا هاجم ليا هاد بو اميرال القفز. الحمد لله ملي ما جبدش ليا الطير ضربو. شو النظارات النظارات شو 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 سبحان الله العظيم، النظارات ديال القتال. شو الفم عامر دم. اوه خلعتني والله حتى خلعتني مام. دابا راه بجوج كيدورو هنايا. دابا ملي تيكونو عندهم الولاد تيوليو شريرين بزاف، يقدر يجي في اي لحظة يهاجمك يضربك حيت خايف على ولادو. راه من طبيعة الحال خايف على ولادو. يلا متابعين الكرام، هذا هو نهاية الفيديو ديال اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.